ومجموعة الله ولد منصور فصل في حاج ميلود. السلام عليكم. السلام. الناس ديال الشعوب كيحضروا المهرجان ديال تاب الهاد. درت اليوم أول دورة. مهرجان ناجح على جميع المستويات. نشكروا جميع الجهات المسؤوله. المهرجان الحاج كيف جاك المهرجان؟ المهرجان زين زين زين، الله يكمل بخير. شوف برا كيف جاك المهرجان؟ انا هذا الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله بريده. كيف جاك اليوم؟ مزيان بارك الله كل شيء زين. تبارك الله كل شيء زين. المهرجان مزيان عاود ان شاء الله تكون مزيان احسن من هذه المره هذه ان شاء الله. معنا احد الخياله من غنا تاع شربات ولاد بوكرين. جيتي اليوم تملال، كي جاك هذا الموسم ديال تملال؟ يحيى الملك، عاش سيدنا، والله الا نفرعوا الجماعه وكل شيء هو هذاك. شارك الشربه ديالكم شاركين المربوح عزيز افرز من جامعه المربوح. والله الا القضيه فرعوا السلطه محزمه وداك الشيء فن، عطاو الغلم عطاو كل شيء، هو البارود كل شيء هو المهرجان. حاجه مزيانه زوينه المهرجان، الناس مفاتوا قيسه شي حاجه مزيانه. كيف جاك المهرجان؟ كيف جاكم هذا الموسم؟ يا بارك الله، الله يستر فينا، الله يعاونكم، الله يعمل ولاني فاو، الله يحفظ مالي الخير. كيف جاك المهرجان؟ زوين. تفرجتوا مزيان؟ اه الخيل توريدة وغتفرجوا في السهرة ديال العشية إن شاء الله. هذه أول مرة تيجيو النجوم هنا في ديال الفلك الشعبي في تبلالت ولا؟ ما كانوا في الدورات السابقة؟ زاد العام ذاك العام. وهاد الدورة كي جاتكم؟ مزيانة مزيانة. عاش كي جات المهرجان؟ خير وعلى خير. مفرجين العام الله يصلح سعود والصحة والريحة. الله يكمل بخير. تبعتوا المهرجان من الدورة الأولى ديالو؟ تبعنا من الدورة الأولى. مزيان جاك المهرجان. تفرجتوا مزيان؟ هذه المرة الأولى تحضري المهرجان ولا؟ مشي جاك المهرجان خويا. خويا المهرجان هذا مزيان، سم سلام. إذا كاين تطور؟ كاين تطور من ناحية ديال التنظيم. شنو التمييز اللي طبع النسخة الثالثة؟ التمييز هو بزاف في العدد ديال الخيالة، يعني جاو من أنحاء المغرب. إذا وكيفاش تشوف أنه المهرجان انتقل من ما هو محلي ما هو وطني ما هو من ما هو مكتوب إلى ما هو وطني؟ أوه القضية هذه راه ميزة مزيانة، وبنا إن شاء الله هاد الفروق هادو نشوفو شي نوصلو في دار السلام إن شاء الله العام الجاي.